قول الله تعالى في موضوع شهادة المرأة. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل واحد وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثم علل ذلك بقى: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كان بعض الملاحدة من الشيوعيين وغيرهم من العلمانيين يسخرون ويقولون: كيف تكون شهادة امرأة شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ ويتساءلون ويسخرون ويعجبون. وكان المؤمنون يردون ويقولون: المرأة تتعرض لحالات الحيض فيقل تحملها وتركيزها الذهني، والمرأة إذا رأت قتل أو رأت حوادث أو رأت كذا فإنها تخاف وتبتعد وقد يغمى عليها ولا تستطيع أن تنظر إلى الحادثة وكذا. مجلة تايم الأمريكية في 31 يوليو 1995 نشرت هذه الصورة لأبحاث جرت حول الدماغ ووظيفة الدماغ عند الرجل وعند المرأة. هذا الآن مخ المرأة، وهذا صورة لمخ الرجل. ماذا نجد؟ نجد في المرأة هذا المكان، والمكان الثاني هذا أيضا، منطقتان في دماغ المرأة تعملان متى؟ عند الكلام، عندما تتكلم المرأة. فمراكز الكلام عند المرأة كثيرة كما نرى، مراكز الكلام عند المرأة كثيرة كما نرى، مركزان في الفصين، في هذا الفص وفي هذا الفص، بينما عند الرجل مركز واحد وهذا المركز، أما المركز الذي يقابله فلا يتحرك عند الكلام لأنه مشغول بالذاكرة. فعند الرجل والمرأة مركزان يشتغلان بالذاكرة وبالكلام، فعند الرجل المركز المتخصص بالكلام هو هذا، والمتخصص بالذاكرة هو هنا، فإذا تكلم الرجل يشتغل مركز الكلام، وإذا تذكر الرجل اشتغل مركز الذاكرة. بينما المرأة إذا أرادت أن تتكلم فإنها تشتغل بالمركزين، تتكلم بالمركزين، وربما ذلك يفسر لنا لماذا هناك قدرة أوسع عند المرأة على الحديث. لكن ماذا ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عن ذلك أن المرأة إذا تكلمت قد تتكلم ويشغل كلامها جزءا من المخ الذي كانت فيه الذاكرة، لأن المركزين عند المرأة يشتغلان كلاما وذاكرة. فإذا ما تكلمت المرأة فقد يشتغل الجزء الذي كان فيه الذاكرة بالكلام فتضيع المعلومة. لذلك إذا أردنا شهادة المرأة في قضايا دماء وأموال وأعراض واستقرار العدالة فكيف نفعل أمام هذه الحقيقة الفطرية في كيان المرأة؟